هل الظلام بعد يوم لعب طويل قضاه دغفول مع أصدقائه في الغابة؟ ساعدوني ساعدوني، لقد علقت. دغفول متعب جدا ويشعر بالنعاس الشديد، لكن لماذا لم ينم بعد يا ترى؟ يا ويلي، إنه يقترب نحوي، سوف يأكلني. استيقظ دغفول في منتصف الليل خائفا مرتعبا، إنه الصوت نفسه الذي يوقظه كل يوم، ولكن ما هو هذا الصوت؟ يا إلهي يا إلهي، القمر صار وحشا، إنه يقترب ليأكلني. أحس دغفول أن القمر يقترب نحوه، غطى وجهه بالغطاء وأغلق أذنيه، لكنه ما زال يسمع ذلك الصوت. النجدة النجدة، سوف يأكلني. استيقظت أم دغفول عند سماع صوت ابنها وهو يصرخ خائفا مرتعبا. أمي، هل تسمعين صوت القمر؟ إنه إنه صغيري دغفول، هذا صوت صرصار الليل، وهو يحدو لصغاره كي يناموا. قالت قالوا قلنا قول، أنا فيل واسمي دغفول. قالت قالوا قلنا أقول، أنا فيل واسمي دغفول، أهوى الأكل أحب النوم. أهوى الأكل أحب النوم، لا تشكرني فأنا خجول، وظريف والظل كفيف، كفراشات الحقل أجول. إنه مجرد قمر، قمر جميل.